يسعد مساكم يا تاسع ويعطيكم العافية يا رب. اليوم هو الاثنين الموافق 12/10/2020. راح إن شاء الله نبلش بدرس جديد بعنوان استخلاص الأملاح من المحاليل المائية. إحنا حكينا الحصص الماضية عن المحاليل بأنواعها وحكينا كمان عن الدائبية. اليوم رح نحكي كيف إحنا بعد ما نذوب أملاح في الماء كيف ممكن إحنا نقدر نستخلصها. لو انت فرضا جبت كاسة من الماء وجربت تذوب فيها ملاعق من الملح، نحكي ذوبت فيها 3 ملاعق او 4 ملاعق من الملح، وضليتك تحرك فيها لحد ما ذابت دقائق الملح في الماء وصار عندنا المحلول متجانس. هل انا بقدر بعد ما عملت هاي الحركة اني ارد استخلص الملح من الماء وارجع لحالته الصلبة؟ الجواب هو طبعا بقدر، عن طريقتين. الطريقة الأولى بحكوا لها اللي هي التبلور، والطريقة الثانية التبخر. رح نحكي إحنا عن كل طريقة من هدول الطرق بالتفصيل، لكن خلونا نعرف بس هالشغلة إنه من الطريقتين هدول تعتبر التبلور من أفضل الطرق اللي ممكن نستخدمها في فصل المركبات الصلبة الذائبة في الماء. يعني عشان أنا أجي أفصل مركبات صلبة ذائبة في الماء، الأحسن طريقة هي التبلور. ليش؟ السبب هو انه المركبات الصلبة الذائبة في الماء تختلف ذائبيتها، حكينا باختلاف درجة الحرارة. تتذكروا لما الحصة الماضية حكينا انه ذائبية المواد الصلبة في الماء عندنا ذائبيتها بتختلف بتغير درجة الحرارة، بتزيد اذا زادت درجة الحرارة وبتقل اذا قلت درجة الحرارة. فبما انه عندنا بتختلف ذائبية المواد الصلبة باختلاف درجة الحرارة، فمشان هيك بيعتبر التبلور من افضل الطرق اللي بتستخدم في فصل المركبات الصلبة الذائبة في الماء. لانه هلا لما نحكي عنها بالتفصيل رح نفهم ان التبلور بيعتمد اساس اعتماده عندنا على خفض درجه الحراره وتقليل الذائبيه. نيجي على العمليه الاولى اللي هي عمليه التبلور. هلا التبلور المبدا الاساس تاعها انه يكون انا عندي محلول مشبع. شو يعني محلول مشبع؟ حكينا الحصه الماضيه في درس الذائبيه عن المحلول المشبع. المحلول المشبع يا تاسع مبدأه انه انا مثلا لو جبت فرضا كاسة مي وذوبت فيها اول ملعقة من الملح لحد ما ذابت، رجعت جبت كمان ملعقة ملح وحركتها لحد ما ذابت، الثالثة الرابعة، بعد عدد من الملاعق رح نكتشف انه صار عنا المادة ما تذوب بسهولة. يعني احنا عنا الملح اول ملعقة ذابت بسهولة، ثاني ملعقة ذابت بسهولة، ثالث ملعقة بجوز غلبت شوي بس لو انت حركتها وكترت تحريكها رح تذوب. الملعقة الرابعة لاحظت انه خلاص يعني طولت وانت تحرك فيها لحد ما ذابت. هلا بعد هيك اي ملعقة من الملح انت رح تضيفها او اي كمية من الملح راح تضيفها لهذا المحلول ما راح تذوب. ليش؟ لانه المذيب بيكون وصل لمرحله انه اكتفى من كميه المذاب اللي حطيتها انت في هذا المحلول. فمشان هيك انت احنا شو بنحكي عن هذا المحلول؟ محلول مشبع. شو يعني محلول مشبع؟ يعني انه المذيب اكتفى بكميه المذاب هاي، ما بيقدر يستوعب اي كميه مذاب ممكن تنحط. يعني اذا انت اجيت وذوبت اي كميه ثانيه راح تترسب عنا هاي الاملاح. طيب فهم ايش بيعملوا بعمليه التبلور؟ بيجيبوا محلول مشبع، بيمسكوا هذا المحلول المشبع وبيخفضوا درجه حرارته لهذا المحلول. هلا لما يخفضوا درجه حرارته للمحلول رح يقل جزء من الماء، تمام؟ فجزء من الماء عندنا رح يقل نتيجه انه درجه حراره المحلول انخفضت. بعد هيك تصبح الكتلة الذائبة في المحلول زائدة عن حد الإشباع. يعني بعد ما قلت عنا كمية المذيب نتيجة أنه انخفضت درجة الحرارة عنا، بتصير الكتلة الذائبة في المحلول زائدة عن حد الإشباع، يعني صار أكتر من مرحلة الإشباع. فمشان هيك تترسب الكمية الموجودة في المحلول على شكل بلورات، بعد هيك بيمسكوها بيفصلوها وبيستخلصوها. فكمان مرة، عملية التبلور تحدث عند انخفاض درجة حرارة المحلول المشبع، بيجي بخفض درجة حرارة المحلول المشبع، فإيش بتصير عندنا؟ الكتلة الذائبة في المحلول زائدة عن حد الإشباع، صار أكتر من حد الإشباع. بعد هيك تترسب الكمية على شكل بلورات يتم فصلها واستخلاصها. هلأ عملية التبلور بتصير عندنا لما يعني مش إحنا ما بنكون تخلصنا فيها من كل كمية الماء، إحنا بنتخلص من جزء من الماء مش كل كمية الماء. بينما عملية التبخر
تحدث لما نبخر كامل الماء من المحلول. يعني احنا علشان نستخلص الملح بدنا نبخر كل المذيب الموجود عندنا. طبعا المذيب اللي هو الماء لما يتبخر ما رح يحمل معه اي دقائق من الملح، لانه الملح بيعتبر كتلته كبيرة بالنسبة لبخار الماء، فما بقدر انه يحمله. عشان هيك لما نيجي احنا نبخر كل المي، المي بس هي اللي بتتبخر وما بتبخر معاها اي اشي من الاملاح الموجودة عندنا في المحلول. فبتحدث عندنا التبخير عن طريق تبخير كامل الماء من المحلول. بعد ما نبخر كامل الماء من المحلول بيجوا هم بيستخلصوا هاي الاملاح اللي رسبوها. طبعا من التطبيقات الهامة في الحياة العملية على عملية التبخير اللي هي تبخير مياه البحر الميت لفصل أملاحها. مية البحر الميت عنا بتحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، مثل عنا كلوريد الصوديوم، مثل أملاح المغنيسيوم، أملاح البوتاسيوم، أملاح البروم، وأملاح الكالسيوم. هاي الأملاح كلياتها بيستخلصوها من البحر الميت عن طريق التبخير. كيف هذا الإشي بيصير؟ أول إشي بيجيبوا ملاحة كبيرة رئيسية وبضخوا ماء البحر لإلها. بيجوا بضخوا من ماء البحر الميت في ملاحة رئيسية، بحيث تتعرض هاي الماء الموجودة في هاي الملاحة لأشعة الشمس. بعد ما تتعرض لأشعة الشمس نسبة كبيرة من الماء الموجودة في المحلول الملحي راح تتبخر نتيجة إيش؟ تعريضها لدرجات الحرارة اللي هي أشعة الشمس. فرح تبلش عندنا الأملاح تترسب بالتدريج. طيب كيف بالتدريج؟ ليش مش كل الأملاح تترسب مرة واحدة؟ لأنه إحنا ذائبية الأملاح من ملح لملح بتختلف. يعني ذائبية مثلا نحكي ملح البوتاسيوم غير عن ذائبية ملح الكالسيوم، غير عن ذائبية ملح البروم. فالأساس اللي بيعتمدوا عليه بعملية الفصل في أثناء التبخير اللي هي ذائبية الأملاح. فلما يبلش يبخروا فيها في الملاحة الرئيسية، أول ملح راح عنا يتبخر اللي هو ملح كلوريد الصوديوم. ملح كلوريد الصوديوم عنا أول ملح بترسب، عفوا عنا أول ملح بترسب اللي هو ملح كلوريد الصوديوم. بعد ما يترسب ملح كلوريد الصوديوم شو بيعملوا؟ بيمسكوا المحلول المتبقي وبينقلوا له ملاحة أخرى بسموها بحيرة الكارنلات. بيجوا برجعوا بعدوها كمان لدرجات الحرارة علشان تتبخر. فبعدين بتصير عنا الأملاح المتبقية في ملاحة الكانالات ترسب عنا يعني بالترتيب، مش مرة واحدة كلهم، لا بالتدريج بيصيروا الأملاح يترسبوا. وآخر ملح من أملاح الكارنلات هاي اللي نقلوها عنا على ملاحة الملاحة الثانية بيكون آخر ملح ترسب اللي هو ملح البوتاسيوم. بينما أول الأملاح المترسبة اللي هو ترسب عنا في الملاحة الرئيسية كان مين عنا؟ ملح كلوريد الصوديوم. إذا الأساس المتبع في عملية فصل الأملاح كان إيش؟ اختلاف الذائبية للأملاح. أول الأملاح اللي ترسبت عنا ملح كلوريد الصوديوم، آخر الأملاح اللي ترسبت عنا ملح البوتاسيوم. وطبعا الكارنلات هو عبارة عن يعني إله صيغة كيميائية اللي هي بتتكون عنا من الكيسيال دوت MgCl2H2O. هاي الصيغة الكيميائية للكارنلات، طبعا احفظوها. وهيك يا تاسع بنكون خلصنا حصتنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية.